السلام عليكم ورحمة الله. أنا صبحي عكاشر مدير مالي شركة الشمس. شركة الشمس اللي اتعاقدت مع نادي الجزيرة تبني لها الفرع التاني بتاعها في 6 أكتوبر، والكلام ده حصل في 2013. احنا رغم المشاكل اللي حصلت في المشروع والتأخيرات وكل حاجة، احنا الحمد لله تمينا بنا الفرع وخلصناه وسلمناه. المفروض الطبيعي ان احنا ناخد مستحقاتنا زينا زي اي شركة، لكن طبعا الكلام ده ما حصلش. ليه؟ لان النادي في اداراته بتختلف وتتغير كل شويه، وكل مجلس اداره مش عاوز يتفل عليه. وصلنا معاهم لغايه ان احنا دخلنا تحكيم وعملنا قواضي وخدنا، والمفروض ان احنا دول القانون حتى مش عارفين ننفذ الاحكام اللي احنا خدناها، وده كله ايه؟ عشان تعنت المجلس الاداره اللي ماسك، وكل مجلس اداره عاوز يسلم مجلس تاني المشكله، مش عاوز هو يحل. هو ده اللي بيحصل بقى في الشغل التطوعي اللي بيحصل في الانديه، وده اللي بيخلي يوصل لمرحله ان احنا نحجز على الانديه زي ما حاصل مع انديه كتير دلوقتي محجوز عليها و بس كل مجلس اداره عاوز يسلم الفتره بتاعته من غير ما يحل مشاكل. احنا النهارده بنوجه كلامنا لكل بقى الجماعه العموميه بتاعه النادي، عاوزين توصلوا ان النادي يوصل انه يتحجز عليه وعلى ارصدته ومش هتلاقوش خدمات في النادي، ولا المفروض النهارده مجلس الاداره يتحمل مسؤوليته ويبدا يحل؟